السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم الجزء الثاني بيكون له الإقلاع، تدخيل بيانات الهبوط. قبل احنا شرحنا اللي هو تدخيل بيانات الرحلة، اليوم راح ندخل بعد ما طلبنا اللي هو المراقب انه يسمح لنا بالطيران، سمح لنا المراقب. فالحين خلاص راح ندخل المدرج وراح نقلع وندخل بيانات اللي هو الهبوط المطار. أنا أعدل الصف علشان تشوف الطيارة من وضعها الصح، علشان تكون تقاطع المدرج الصح. الخط الأبيض لازم يكون في وسط الطيارة ويوازي هذا الخط، راح الطيارة تقلع بالشكل الصحيح. هذا هو المدرج. يلا على بركة الله، في كل بريك وندخل المدرج. خلينا نضبطها. بعد ما عدلنا اللي هو نشوف فيه، بس بعد ما عدلنا الطيارة حطينا في مدرج. ليش ما قاعد يضبطها؟ اوكي خلينا نشيل الصفحة. الحين خلاص بعد ما عدلنا اللي هو الطيارة صارت في المدرج. نتأكد صارت الحين في المدرج صح. تبريك عشان خلاص. ايش بنسوي؟ راح نضغط على في ناف 1 و في ناف ال في ناف و ال في ناف و سامحة و في ناف. طالما انتقل شوي ترتفع عن المدرج 500، راح نفعل اللي هو الطيارة العالية، نرفع عجلة المركبة الطيارة والفلابس نرفعهم شوي شوي علشان الطيارة تطير، ترفع المحركات، ما تضغط F3 وتروح المحركات مرة واحدة. لا، راح نضغط على هذه المحركات، راح تروح على طول، بتروح لآخر شيء تطلع الطيارة. احنا نشوف وش بيصير. Right.
الحين رفع الفلابس درجة درجة. خلاص يعني الطيارة راح ترتفع، لا اليوم حطينا اليوم 280,000، راح يكون ارتفاع يعني قريبة بتوصل، فالارتفاع فأي أنا بروح أوقف الفيديو، وأي حدث راح يصير وراح أشغل فيديو وابتدي أسجل لكم شو اللي صار، بس نراقب الطيارة حاليا إذا في أي مشكلة في شيء. وهي ترتفع بروحها، راس طيارة ويقودها، احنا اول ما ارتفعنا شغلنا اللي هو الطيار الالي، هو راح يتحكم في الطيارة بالارتفاع في كل شيء، احنا اللي علينا بس نحن نراقب وفي مهم شيء مهم، اذا الطيارة وصلت اللي هو 18,000 قدم، 18 وشي راح يظهر لك اني مربع اصفر، هذا يعتبر الضغط الجوي، لازم تضغط هاي الزر علشان يروح، شوف لو ضغطناه بيصير في هالشكل، انت تضغط علشان يرجع الضغط الجوي، فبنطلع وقت الله لين نوصل مكان محدد ان شاء الله، راح اشرح لكم بعدين ده تدخل البيانات. فلو نروح الحين على في الاف ام سي، وعلى الاف ام سي ونختار مطار الهبوط، ما راح يظهر لنا، شوف نضغط على كلمة ابروتش ما في يظهر لنا مطار دبي، فاحنا نراقب الاف ام سي، مجرد ما نضغط اللي هو الابروتش راح يضغط يظهر لنا البحرين، او يكون او دبل بي اي، خلاص من يظهر لنا هذه راح اقول لكم شنو الخطوات اللي راح نسويها. نوقف الفيديو لين نوصل الارتفاع المطلوب وتدخل البيانات. مرحبا، لو تلاحظون الحين ظهر عندنا اللي هو العلامة الزرقاء الصفراء دي عليها ضغط الجو، مجرد ما نضغط على الزر اختفت خلاص، لأنها طفنا اللي هو 18,000 قدم، بس الطائرة الحين مستمرة في الإقلاع في الارتفاع للحين، أتوقع راح نوصل، دقيقة بشوف بس، راح نوصل للارتفاع المطلوب، أنا جاهز أشوف، هني هاي الخط الأخضر راح نوصل للارتفاع المطلوب في هالنقطة بالضبط، هالمسافة. بي ام سي وضع ابروج، ايه شوف الحين شلون ظهر عندنا اللي هو مطار البحرين، الحين ظهر عندنا مطار البحرين،
ركزوا معي شوي عشان يكون الشرح تدخيل بيانات الهبوط. بس هذه نزل شوي عشان تكون واضح الصورة. يعني ولا ليش نعمل لون؟ هذا نوضح الحين اللون اللي انت تبع الروت. شوف الروت راح ينتهي اللي دخلنا من ساعة. طيب بحرين وصلنا لسور البحرين وطيرون بتروح، ما راح تعرفون اي مدرج، وين راح نختار الحين اللي هو المدرج. ايش بنسوي؟ ضغطنا على ابروش، ظهرت عندنا اللي هو خلاص البحرين ظهرت عندنا حاليا. راح نروح على الصفحة التالية، بعد الصفحة التالية لين نحصل روت اللي هو مدرج بيكون 12 ال 12 ار 30 ال 30 ار. ما في شيء لا اي ال اس ولا غيره، نفس هذا شو بيكون بروح احل. طيب ايش بنسوي؟ مثلا راح نختار اللي هو 30 راسي 12 ال، نختاره. شوف على طول رسمنا هني، ما نضغط اكسكيوت، لا هني ظهر عندنا خانة فاضية. لو تلاحظون خانة فاضية، هذا يقول لك حط مسافة الاستقامة. يعني مثلا الطائرة اذا بتجي لازم تحط لها استقامة سيدة للمدرج. كم تبي تحط لها مسافة؟ انا راح احط، ناس حط 15، ناس 13، انا راح احط 20 وراح اكتب 20 وراح احط هني. شوف 20، شوف راح هني واقول له اكسكيوت. الحين ايش صار؟ الحين الطيارة اللي جت هني انتهى الروت، راح تفصل الفي الفي ناف وفي ناف، وراح تقول لك اعطني هيدنج، انا مو عارف وين اروح. هاي طيارة لازم تحتاج بيانات، كان اروح وين بالضبط؟ انت شلون توصل هاي الخط مع هذا الخط؟ احنا بنربط هالخط، نقول للطيارة اذا خلصتي من هذا المكان من هذا الروت تدخلي في الروت الثاني عشان توصل هذه. فنروح على هذا الزر اللي اي جي سي اس، هذا هو نختاره. شوف المربعات اللي هني، الخمس المربعات هذي، هذا هي النقطة، هاي الفراغ السوداء هذه كلها هاي المربعات. يقول لك ما في شيء موجود. ايش بنسوي؟ راح نضغط على هذا الزر اللي هو ديليت. ديليت يعني نحذف هذا الخط، نقول له ديليت، ظهر عندنا كلمة ديليت، ونروح على النقاط ونقول له ديليت. طالع شلون صار توصل، نقول له اكزكيوت. شفت شلون الحين صار؟ خلينا نقرب شوي، نكبر المدرج شوي عشان تشوف. هذا هي خط الاستقامة اللي لكم، 20 هاي الخط، مسافة 20. دام الطيارة بتروح هذا الاتجاه وراح تهبط، فاخترنا 20. هذه انتهينا منه. طيب احنا عندنا شغلة ثانية لازم نحطها بعد، نروح لأول زر هذه اللي هو انت، وهني مكتوب 30 وهني 158، نضغط عليها زر. اذا ضغطنا عليها شوف ظهرت تحت، نحطها هني لابس على 30. نروح على اتوقع في ناف، نضغط على في ناف هاي الخيار، بنفس الطريقة نضغط عليه هذا الخيار
اللي هو 111، اللي هو الهيدنج هذا بيكون، اضغط عليها ظهر عندنا الخيار رجع مرة ثانية، اضغط عليها مرتين صار عندنا 121. هذا الخانة لازم نحطها هنا 128 عشان الطيارة ما تصير لنا مشكلة. 121 121 حلو. نروح على VNav نسوي next page VNav. ركزوا معي هناك VNav، هاي الخيار VNav و next page، هاي الخيار راحتنا الصفحة. راح نكتب 150، انا دائما احطها اللون نحطها هني، هني مكتوب 140، انا راح احطها 120. بس شوف نفس الخيار ونقول 4 اصفار نحط هني ونقول له اوكي اكسكيوت. خلاص والحين دخلنا بيانات اللي هو الهبوط. هذا الروت اللي بيكون تمشي على الطيارة وراح تنزل. في شغلة مهمة بعد، خلنا ننتظر شوي راح قبل اقفل الفيديو، اللي هو راح يعطينا ال FMC رسالة هني. هذه الرسالة تقولنا حطوا اللي هو الارتفاع، ارتفاع الهبوط. بس خلينا ننتظر شوي لين تظهر الرسالة عشان نقفل الفيديو ونبتدي بعد نشرح الهبوط اللي هو الطيران. ننتظر شوي ونرجع لكم بس لين تظهر الرسالة عشان تكون واضحين في الصورة. مرحبا شباب، شوف الحين يعني ظهر عندنا اللي هو رسالة في FMC. هذه طالع منكم تخبركم اللي هو دخلوا ارتفاع الهبوط. شو بنسوي؟ نروح على FMC نضغط على اللي هو الروت، هذا الخيار. عندنا آخر نقطة قبل الأخير اللي هو هذه بيكون 6900. نروح على هني ونخلي 6900، شوف على طول الرسالة اختفت. 6900 خلاص انتهينا الموضوع. إلى هني يقول انتهينا الدرس الأول. شوف مكتوب هني تي وفاصلة اللي هو 6D، بيكون هذه من تصل الطيارة النقطة راح تبتدي بالهبوط. فنلقاكم إن شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.